اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد صديق. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله كابتن. فتره معايشه طويله مع مستر كولر، مش طويله قوي يعني، تقريبا شهر يعني. طب شهر؟ لا او كويس اكتر جداً من شهر. يعني. يعني بس وبعد فتره المعايشه مباشره كابتن حسام البدري انتقل من نادي في تونس. اللي كان شغال فيه في تونس الصفاقسي، وبعد كده ده اعتقد راح نادي الزوراء الزوراء العراقي، وبالتالي اول حاجه عملها ان هو طلب كابتن احمد صديق معاه. طبعا كابتن، صح الكلام ده ولا؟ يعني الاول طبعا سعيد بوجودي معاك النهارده، والتوفيق دايما كده. الحمد لله كابتن، يمكن انا سعيد طبعا بحاجه زي كده. كابتن حسام اسم كبير جدا طبعا، وكان ليا الشرف طبعا ان انا اشتغلت معاه في الجزائر في وفاق الصيف. يمكن بس سفريه تونس دي ما كانش، انا كان عدم تواجدي او تواجدي كنت في دبي كنت باخد دورات السيزون، ما قلت حاجه قبل كده. لكن الحمد لله لقيته يعني كان في تواصل بيني وبينه دايما، لان انا على المستوى الشخصي كمان من الناس اللي بحترمها جدا جدا. انا عارف كمان قبل ما تكمل، انا كنت عارف ان انت رايح فريق هنا في الدوري. والله يا كابتن الحمد لله، يمكن كان في اكتر من عرض بالنسبه لي في الممتاز به، مجموعه بحري ومجموعه الصعيد، وكان كمان مؤخرا كان في فرقه في مجموعه القاهره. لكن اولا ما اقدرش اتاخر على كابتن حسام، لان ده شرف ليا، وفي نفس الوقت بستفاد كتير جدا جدا على المستوى الشخصي طبعا. لان زي ما بقول لحضرتك فتره الجزائر دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي، استفدت من كابتن كتير جدا، وكابتن من الناس اللي بتدي مساحه في الشغل كبيره قوي قوي. فتبقى سعيد وتحس ان انت كل يوم بتتعلم حاجه وبيضيف لك حاجه. في ناس بتقلق اصلا، خلي بالك. طب في والله يعني في واحد يجيبك او كل حاجه بس ما يدكش مساحتك. لا ما بص يا كابتن، انا عندي وجهه نظر في القصه دي بشكل عام. يعني انا بحس ان المدرب اللي عنده ثقه في نفسه برافو عليك، بيدي مساحه لاي حد يشتغل معاه. لان النجاح يا كابتن ما ينفعش، ما فيش واحد ينجح لوحده. صحيح. دي مجموعه يعني. ده وما عندوش 20 عين يعني بالظبط، لازم يبقى في. بس هي الفكره كابتن، انا عندي ثقه، بالعكس هدي المساحه لكل الناس اللي شغاله معايا، لان هم بيساعدوني فانا بنجح، والنجاح بالنهايه بيبقى لينا كلنا. فالكابتن الامانه من يعني من الناس اللي ادتني مساحه كبيره جدا 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 في الشغل يا كابتن سامي، بجد والله. مش بقول الكلام ده، يمكن احنا على الهوا، يمكن انا مش بقول الكلام ده لاي شيء. الحمد لله انا يمكن خلاص. لا كنا بنحكي انا وانت قريب. قريب جدا كنا مع بعض كده، حتى بره الهوا يعني، بره الهوا كنا بنتكلم. الكابتن من الشخصيات المحترمه جدا في الشغل. يمكن انا اتعاملت معاه وانا لاعب وهو مدرب، لكن كمان اتعاملت معاه ان انا كنت معاه في الجهاز. فانا سعيد جدا بوجودي معاه، ونتمنى التوفيق ويا رب كده تبقى خطوه موفقه لينا جميعا. ان شاء الله يعني تقريبا ممكن في خلال اسبوع او 10 ايام في الحدود، اقل من كده. لسه ما بداوش؟ لسه ما لا لسه كابتن، لسه اخر حاجه كان عندهم مخلصين الكاس، كان اخر حاجه من حوالي 10 ايام تقريبا. يمكن احنا شغالين من دلوقتي الحمد لله، يمكن باستمرار مع الكابتن بنشتغل بنشوف الفرقه. وهنا كابتن حسام ولا موجود هنا؟ وبنشوف بنشوف احتياجات الفرقه وبنشوف التدعيمات. فشغالين يمكن من اول ما الكابتن كلمني، واحنا بالفعل بدانا شغل بشكل كبير جدا جدا. يعني حاطين عينكم على حد في اهلي، في زمالك، في يعني اعتقد كان مثلا واحد زي ايمن اشرف كان لو في. والله انا يعني ايمن لطفي، ايمن طبعا من الناس الكبيره، من اللعيبه الكبيره جدا. وعلي نفس الكلام، يمكن يمكن بتالي اللعيبه دي يمكن اتنقلت قبل احنا قبل ما يمكن اكيد الكابتن لو الناس دي كان فيه فرصه انهم يبقوا متواجدين معانا لعيبه كبيره واسماء كبيره، وكانت اكيد هتبقى اضافه. يمكن بالفعل الكابتن بيشوف ناس في الدوري المصري وبيشوف لعيبه محترفه، لان طبعا نادي الزوراء من الانديه الكبيره في العراق، ويمكن اسمه كبير جدا. ونتمنى بس ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه تساعد النادي وتساعد الفرق. يمكن هم تقريبا بس الفتره الاخيره كانوا بعيد شويه عن الدوري، بقى لهم تقريبا 3 مواسم ما بياخدوش دوري. الشرطه تقريبا الشرطه والقوه الجويه لسه واخد الكاس. فطبعا هو اسمه كبير جدا، فبالنسبه له بيبقى صعب جدا يقعد فتره بعيد عن البطولات. واعتقد كابتن مؤمن سليمان كابتن لسه واخد كاس العراق تقريبا مع القوه الجويه من كام يوم كده. فكل دي يا كابتن حاجات يعني بتضيف للمدرب المصري وبتساعد اسم المدرب. بالعكس كابتن حسام، كابتن مؤمن، تلاقي 3 4 اسماء يمكن برضه في المغرب. كابتن محمد يوسف برضه، كابتن محمد يوسف فتره في العراق بالظبط في الشرطه. كابتن طارق مصطفى في المغرب، عامل شغل كويس جدا. طارق مصطفى واحد من اللاعبين الهايلين. كل دي حاجات كويسه جدا يعني. كل دي وكابتن ايمن الرمادي في الامارات فتره طويله. فكل بس دي رجع خلاص. انا بقصد يعني كل دي يا كابتن بحاجات او رجع لغايه دلوقتي. فطبعا انا سعيد جدا بالتجربه دي، ويا رب كده نبقى موفقين فيها ونقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله كابتن باذن الله. يا رب. شهر مع مستر كولر شهر صعب اعتقد، وتمارين مهمه، وكان وقت مهم كمان. والله جدا يا كابتن، كنت سعيد جدا بالفتره دي، واكيد ضافت لي كتير جدا. ممكن انا لما اخذت الخطوه دي يمكن تقريبا كنت مع حضرتك بعدها تقريبا او قبلها 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 على طول قبلها، وحضرتك برضه دعمت الموضوع بشكل كبير جدا. بشكر حضرتك طبعا.
لما خدت الخطوه دي خدتها لاسباب كتير جدا. الحمد لله اشتغلت مع ناس اسماء كبيره جدا، كابتن حسام البدري اسم كبير جدا، كابتن تامر مصطفى من الناس اللي اشتغلت معاها، وحاجه محترم يعني، لما تيجي تقول لا اسم كبير جدا، واسم كبير جدا في عالم التدريب كمان. فكل الناس دي اضافات، فانا لما الاقي فرصه ان انا عندي فرصه ان انا استفاد من اي حد بالعكس هسعى. فكان عندي اسبابي واكتر من سبب ان انا افكر في فتره المعايشه. اولا الراجل انا شايف الفرقه كانت معايا اتطورت بشكل كبير جدا على المستوى الفني وعلى المستوى البدني وعلى المستوى الفردي يعني، فكل دي حاجات صحيح. خلتني عندي الفضول ان انا عايز اعرف الراجل ده بيفكر ازاي ويشتغل ازاي. لما الاقي فيه لعيبه تطورت يا كابتن بشكل فردي كتير جدا جدا في المستوى الفني والبدني. ما هو اللعيب يعني انت بس حسين الشحات يا كابتن فني ما تقدرش تتكلم عليه، لكن كان ممكن كان ناقص شويه الحته البدني، عمل البدني او بقت موجوده، فبقينا بنشوف حسين الشحات بالشكل ده. بيرسي تاني. تاو نفس الكلام، الصوابه في الثانيه في الثالثه. بيرسي تاو بالظبط، بيرسي تاو ده اكبر مثل للكلمه اللي انت بتقولها اللي هي البدني والفني. طبعا فكل دي اسباب خلتني اشوف الراجل طريقه اللعب اللي كان بيلعب بيها اللي بيشتغل بيها 4-3-3، يمكن دي ما كناش مختلفه. وانت قلت الكلام ده صح، الكلام ده قلته قبل كده ان ما كناش متعودين على النادي الاهلي يلعب 4-3-3، لكن لما تلاقي 4-3-3 بالشكل الهجومي ده والشكل الدفاع المميز ده، فكل دي كانت اسباب خلتني ان انا عايز استفاد من الراجل ده. وبشكر طبعا مجلس الاداره، وبشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ لانه كان ليه الدور الاكبر في حاجه زي كده، وبشكر طبعا مستر كولر والكابتن سامي قمصان لان كل الناس ما كانش بتبخل عليا. يمكن حتى كابتن سامي لما بحب اخد اي معلومه وبعد التمرين بيقعد، كان بيقعد معايا كتير جدا، يتكلم معايا ويشرح لي عندي اسئله بسالها. فكل دي تقول لنا اهم ما يميز هذا الرجل ايه من وجهه نظرك بقى؟ معايشه لمده شهر تقريبا، تمرين صباحي يعني باستثناء المباريات تهيألي صح؟ ما كنتش بتروح؟ لا في المباريات لا. فطوال الوقت تمرين وهكذا. هو في حاجه بس مش عايز اعديها، طبعا عايز اشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ على الهواء. لا هنتكلم طبعا يعني الكابتن سيد طبعا. اتفضل يعني بس اتفضل اكمل يعني فيها لان طبعا الكابتن سيد يعني تاريخ كبير جدا وشخصيه محترمه جدا. انا يمكن من الناس القريبه ليا وده كان حاجه بتسعدني جدا. لكن صدقني يا كابتن مش فكره شغل اداري بس، ولا كابتن حاجه مختلفه، شخصيه مختلفه. وللامانه والله يا كابتن الكلام ده ممكن تسال في اي حد غيري، مش معايا انا بس، مع كل الناس. حاجه يعني ما بتاخرش عن حد في اي حاجه. صح. تيجي تتكلم بقى كمان على الشغل، يعني انا شايف ان موسم استثنائي للفرقه كلها وللنادي كله بانجازات بتاريخ بدون مشاكل. فكل دي حاجات فبقول له بشكره على الهواء على الفتره اللي فاتت كلها. طبعا وهو يعني اضافه لاي مكان طبعا، وحاجه كبيره جدا يعني، ممكن مش ملاقيش الكلام اللي اقدر اعبر بيه عن، ومش انا كمان اكيد شهادتي تبقى مجروحه في الكابتن سيد عبد الحفيظ لانه تاريخ كبير وحاجه كبيره جدا، لكن اكيد هي دي سنه الحياه. وبتمنى له التوفيق في الخطوه اللي جايه، وفي نفس الوقت ببارك للكابتن خالد بيبو طبعا. طبعا شخصيه برضو من الشخصيات المحترمه جدا، انا اشتغلت وتعاملت معاها، كان هو رئيس قطاع الناشئين وانا كنت ماسك فرقه في القطاع، فبرضه من الناس الناجحه جدا، واكيد هيبقى ليه ان شاء الله ان شاء الله يقدر برضه يكمل المسيره بشكل كبير جدا. وزي ما احنا عارفين دي يعني دي سياسه المجلس الاداره انه جيل بيسلم جيل، واكيد هم بيبقى عندهم اسبابهم طبعا. فيمكن هنشكر الكابتن سيد وتبارك للكابتن خالد وتبارك لوليد سليمان، كلها حاجات مرتبطه ببعض. صحيح. فاكيد مجلس الاداره عنده وجهه نظر في كل الامور دي. بتمنى كابتن خالد التوفيق، وانا يعني على ثقه تامه انه برضه هيقدر يكمل النجاحات دي، لان هو من الناس المخلصه جدا 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 وعنده فكره. وببارك لوليد سليمان طبعا على رئاسه قطاع الناشئين، ودي برضه حاجه كبيره جدا، وان شاء الله وليد يبقى قدها ويقدر يكمل ويعمل حاجه كبيره ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله ما تقلقوش، مش عايز حضراتكم تقلقوا، ان شاء الله سيد الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني هو في اجازه، يرجع من الاجازه ان شاء الله، وان شاء الله تسمعوا اخبار جيده، لانه كابتن سيد يعني بيتنفس النادي الاهلي، والنادي الاهلي كله بيحب كابتن سيد بمسؤوليه بجماهيره وكل حاجه الحقيقه يعني. ولكن زي ما احمد قال وزي ما اي حد اهلاوي بيقول انه هذه هي سنه الحياه، وبنقول للكابتن سيد شكرا، وبنروح للكابتن خالد ونقول له الف مبروك، وكلنا كابتن خالد بيبو يعني الف مبروك وكلنا في ظهرك، والقادم ان شاء الله. والقادم بالنسبه له اصعب جدا، ولكن ان شاء الله ربنا يكرمه. واحنا دايما احنا كاعلام، واعتقد ان عدد كبير او نسبه كبيره من الجمهور الاهلاوي ينتظر الكابتن خالد بيبو، وان شاء الله كل التوفيق للكابتن خالد وكابتن وليد في كابتن وليد سليمان في شغلهم الجديد ان شاء الله. معلش مش عايز اكون سبقت الاحداث، لكن لا خلاص ما احنا طالما اتكلمنا فيها. لا كان مهم جدا يعني الاثنين. خلي بالك انا عشت مع سيد فترات طويله جدا، انا ليا صوره انا وسيد عبد الحفيظ واحنا عندنا 14 سنه. ما شاء الله. كنا في منتخب، ربنا يديله الصحه، كابتن سيد طباخ تمام، وكابتن سيد عبد الحفيظ كان اصغر مننا شويه يعني،
سيد برضو مش كبير قوي، سيد صغير اصغر مني بسنتين ولا سنه وشويه، تمام. وكان جاي من النادي الاهلي بيلعب في المنتخب، فلينا صوره بقول لك واحنا عندنا 14 15 سنه مع بعض، فخد بقى عندك من اول 14 15 سنه لحد دلوقتي ما شاء الله، لغايه يعني ايام قليله جدا، وبالتالي عمر طبعا. طويل طبعا. جدا جدا. لما بشوف يوسف ابنه ما شاء الله بحس ان سيد وهو صغير ما شاء الله، يوسف شعره احلى. على الجانب الاخر كابتن خالد بيبو عشره عمر برضه من ايام النادي الاسماعيلي ومن قبلها في المنتخبات ومن بعدها في النادي الاهلي، فيعني شكرا لكابتن سيد طبعا. وان شاء الله كل التوفيق لكابتن خالد بيبو. كابتن وليد سليمان يعني كان بيتفرج خطوه مهمه، خطوه مهمه برضه يعني حتى لوليد خطوه مهمه، واكيد هو يستحقها لانه برضه بالك من الناس اللي عندها فكر والناس المجتهده جدا وعايز ينجح. بص يا كابتن، اي حد هيبقى موجود، اي حد ليه الشرف انه يبقى موجود في اي مسؤوليه او اي بوزيشن في النادي الاهلي، واي حد هيسعى للنجاح ده طبيعي جدا 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 طبعا. لان الاهلي بيدي الفرصه للناس او المجلس الاداري بيدي فرصه للناس، لكن انا عايز استفاد منها او عايز امسك فيها بايديا واسنين زي ما بقول، فعايز انجح. مش هتجيلك كتير كمان بالظبط، لا طبعا مش اي حد هتجيلك، كلها مسؤوليه يا كابتن يعني طبعا، مسؤوليه كبيره سواء كابتن خالد او كابتن مدير كوره النادي الاهلي حاجه كبيره جدا جدا طبعا، رئيس قطاع ناشئين النادي الاهلي برضه حاجه كبيره، كلها مسؤوليه. اتمنى لهم التوفيق لان اكيد الموضوع مش سهل، الموضوع كبير وكابتن سيد بشكره مره ثانيه طبعا، بتمنى التوفيق يعني يا رب ان شاء الله. طيب خلينا نبدا وكالعاده، انا خلال هذا الاسبوع دائما بحتفل ب موسم للتاريخ الحقيقه داخل النادي الاهلي، موسم الحقيقه من اهم المواسم اللي حصلت في تاريخ النادي الاهلي بسبب وجود مجلس اداره قوي استطاع، او جمعيه عموميه قويه استطاعت ان تختار مجلس اداره قوي، مجلس اداره استطاع ان هو يختار اداره تنفيذيه ومدير فني على اعلى مستوى، في الاخر خدنا كل البطولات، وبالتالي المنظومه كلها قبل كل دول بقى جماهير وفيه بتساند وتدعم النادي الاهلي. اكيد زي ما حضرتك قلت المنظومه كامله، يعني يمكن احنا اخر حاجه ممكن نذكرها اللعيبه والجهاز الفني، صح كده؟ صحيح. مع ان هم الاساس طبعا، لكن طبعًا. اقصد هم اخر حاجه، مش معنى اخر حاجه ان هم لا، بالعكس لا، اخر الاختيارات، اخر الاختيارات او اخر اللي انت، لان لازم كل الحاجات اللي حضرتك قلتها كجمعيه عموميه وكمجلس اداره وكجمهور كل ده يبقى متواجد بشكل سليم او بشكل صحي عشان تقدر في النهايه كمنظومه بجهاز فني بلعيبه تقدر في النهايه تحقق الهدف. صحيح. فكلها اسباب طبعا عشان في النهايه تقدر تشوف الموسم الاستثنائي ده. ويمكن انا ليا وجهه نظر ان قبل ما تكمل في وجهه نظرك انت، احنا برضو ما اتكلمناش عن الراجل. تمام. الراجل ودوره، لانه هو ده اللي هيوصلنا للموسم اللي المعمول. ما انا بقول لحضرتك يا كابتن، الراجل انا لو على المستوى الفني اللي انا عشته معاه في الفتره اللي انا فتره تواجدي، ويمكن حتى كابتن من قبل ما اعمل ببدا فتره المعايشه، لان انا بتفرج على التلفزيون خلاص الموضوع بيختلف يا كابتن، دلوقتي بتفرج ان انا راجل في الشغلانه، فبتفرج بشكل طبعا بشوف يعني مش بتفرج بعين الجمهور او بعين اللاعب، دلوقتي الموضوع مختلف، انا راجل في المهنه فعايز استفاد، فبشوف كل واحد بيفكر ازاي. انت قلت لي قبل كده هي الميزه بالنسبه له كانت الثلاثي وسط الملعب طبعًا. وكيفيه هجوم طبعًا. اليو ديانج او تغيير طريقه لعبه اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولي. طبعا يا كابتن، انا شايف ان دي من اكتر الحاجات اللي فادت الفرقه بشكل كبير جدا جدا جدا، خصوصا لو حضرتك تراجع كابتن الشريط بدايه كولر مع النادي الاهلي، النتائج كويسه وكل حاجه والاداء كان كويس، لكن الشكل ما كانش كده خالص. صحيح. الموضوع اختلف تماما، حتى النواحي الدفاعيه، يمكن احنا من بعد مباراه صن داونز يمكن طوال الموسم، لو هتحسب موسم مثلا من بعد مباراه صن داونز في النواحي الدفاعيه تقريبا ممكن يكون خمس ست اهداف في اكتر من 20 او 25 مباراه او 30 مباراه، فده نجاح. تيجي تبص النواحي الهجوميه وبطولات مختلفه. طبعا، وانا بتكلم في كل البطولات. لما تيجي تبص كمان النواحي الهجوميه للعيبه للمجموعه او للفرقه بشكل جماعي وللعيبه بشكل فردي، لا تقدر تلاقي النهارده حسين الشحات بيسجل، بيرسي تاو بيسجل، كهربا بيسجل، حمدي فتحي قبل ما يمشي كان بيسجل، محمد يعني كل يعني انا عايز اقول حمدي ده نجاح يا كابتن، نجاح ان يبقى عندك اكتر من بوزيشن في الفرقه بيسجل، سواء ديفندر او صانع العاب او فيرويد او حتى المدافعين محمد عبد المنعم، فكل ده بيتحسب نجاح للجهاز الفني، ازاي انا اقدر اوصل. هو بيعمل ازاي كده بقى من خلال وجودك معايا؟ بص يا كابتن، كان انا خلاص كده ممكن نتكلم براحتنا شويه، لان انا كان طبعًا. لا انا اقصد كان ليا تحفظ شويه، لان انا طبعا كنت ببقى شايف التمرين وكان فيه نقاش. وساعتها كان لسه الدوري شغال. الدوري شغال فالمباراه موجوده، فكان بيبقى ليا شويه تحفظ. صحيح. احتراما طبعا لخصوصيه الفرقه، ودي حاجه لازم الواحد يحترمها يعني.
لكن انا حتى كلامي معاه كابتن ليه الثلاثه دول، يعني ليه الثلاثه بالشكل ده، الثلاثه الاسماء ولا اللي هم وسط الملعب ولا مجرد الثلاثه في وسط يعني الملعب؟ حتى خلينا نقولها بشكل افضل، الثلاثه الاسماء. اوكي. ليه؟ لان انا من وجهه نظري لما تتكلم على ديانج فهو نواحي دفاعيه بحته. بالظبط. انت ازاي عملت كده؟ عملت كده. حمدي فتحي كان عنده النواحي الهجوميه بس ما كانتش بالشكل ده. صحيح. فكان ده كان محور سؤالي معاه، ليه الثلاثه دول بقى الشكل مختلف كده؟ فهو كان ليه رد بالنسبه لي للامانه كابتن، كان رايي برضو غريب. غريب. لان كان اول رد فعله ليا انا بكلمه ليه احنا بنلعب ثلاثه، فازاي الاثنين ثمانيه دول بيعملوا دي كويس قوي النواحي الهجوميه؟ فقال لي لان انا لما اجي افكر على الاثنين ثمانيه دول لازم يكون عندهم النواحي البدنيه عاليه جدا جدا. فبقول له ليه؟ يعني قال لي لان انت بتتكلم في 2 8 لازم يعملوا دي كويس قوي الحته الهجوميه، ويعملوا الناحيه الدفاعيه كويس قوي. فانا شفت ان الاثنين يعني طبعا مع الاسماء الباقيه، بس بنتكلم انا سالته على ديانج مثلا وحمدي فتحي، فقال انا شفت الاثنين دول بيقدروا يعملوا دي كويس قوي. فاللي هيقدر يعمل دي كويس قوي هيبقى سهل عنده انه يهدف، سهل عنده يتواجد باستمرار في الـ 18. في ال 18. فكل دي حاجات ساعدت الاثنين دول يكون. انا يعني عايز اقول يا كابتن النظره ان انا شفت ان ده عنده الحته دي. زي مثلا يا كابتن انت ممكن تجيب مثلا باك رايت زي ما اوقات بيحصل مع خالد عبد الفتاح، بتجيبه باك رايت بتلعبه سد باك في الوقت اللي انت محتاجه. دي رؤيه ان انت بتشوف اللعيب ده عنده القدره وعنده الامكانيات ان يقدر يلعب في اكتر من بوزيشن. فده انا وجهه نظري بيبقى نجاح للمدير الفني. فده كان رده، وده كان رد بالنسبه لي. لان انا لو هتسالني انا مثلا قبل ما اشوف المعايشه دي هقول ايه؟ هقول انا عايز العب 8 بيهاجم كويس، مش هبص انا بالناحيه الدفاعيه. صح. او ابص مش هقول لي ان انا لازم يبقى النواحي البدنيه عنده عاليه. فهو كان ليه فكر مختلف. خد بالك يا كابتن، انا الحاجات دي الامانه برضو كابتن حسام في فتره الجزائر دي عشتها معاه كتير جدا. كابتن اسم كبير جدا وليه فكره. يمكن لما كان اوقات مثلا بيجي يلعب ثلاثه فانا يعني عايز اساعد وكل حاجه، لكن في نفس الوقت عايز اتعلم. فبقول له يا كابتن ليه الثلاثه دول، او ليه الثلاثه شكلهم كده، او فده كل يا كابتن كل ما بتتعامل مع اسم كبير في الكوره للامانه بتتعلم منه. طبعا. طيب. طبعا الراجل اصعب حاجه فيه، يعني الناس شايفه الراجل هادي جدا. هو بتشوفه كده فعلا يا كابتن. انا يعني حتى في التمرين كولر. انا حتى في التمرين بشوفه هادي جدا، يعني ما بتنفس ما بتعصبش جدا. بس يعني ما انا عايز اجمع كل حاجه، فاكيد بسال الناس اللي معايا. بسال الناس اللي معايا، بسال اللعيبه. رغم هدوء ده فهو شخصيه قويه جدا، والا يا كابتن ما تقدرش تشوف. لا لكن ما بتنرفسش. لا ما عندوش حتى في التمرين. لا في التمرين ما يزعقش. لا خالص. حتى طريقه توجيهه بهدوء جامد جدا جدا جدا. يمكن من الحاجات الكتيره اللي هو بيعملها وانا شايف انها مهمه جدا برضو، انه بيشتغل فيديو كتير جدا. ودي من الحاجات اللي حتى على المستوى العالمي دلوقتي بقت مطلوبه بشكل كبير جدا جدا يعني. طبعا هو بيشتغل دي كتير قوي برضو. يمكن هو كان زعلان شويه من الحاجات اللي كان زعلان. مش زعلان يعني، كان حاسس ان هو مضغوط جدا، فعنده حاجات كتير لسه عايز يعملها. يعني قال لي مثلا الكور الثابته، لا عندي شغل كتير عايز اعمله، لكن ضغط المباريات ما فيش وقت. قال لي في حاجات كمان كتيره جدا في الشغل الخططي انا عايز اعملها، بس برضو ضغط المباريات مش مساعده. فاكيد ده ان شاء الله هنشوفه، ممكن تشوفه من بدايه الموسم، لان هيبقى في فتره اعداد يعني. مش بالشكل الكبير، لكن ممكن يقدر يحقق فيها شغله او فكره، يقدر يوصله للعيبه. من الحاجات اللي هو برضو اتكلم فيها كابتن ان برضو اكيد اللعيبه ساعدته، لانه بيتعامل مع لعيبه كبيره، ولعيبه لعيبه عندها فكر، فبتقدر تستوعب فكره بسرعه، وده يمكن اللي حصل معاه. فانا شايف ان الراجل يعني نسبه نجاح 100%. كمان يا كابتن من وجهه نظري برضو لو هنتكلم في نقطه مهمه جدا، انه قدر يخلي ال 25 او ال 30 لعيب كلهم اساسيين. مع ضغط المباراه الروتيشن اللي بيحصل يا كابتن، هل حضرتك بتشوف فرق؟ لا. انا شايف ان ده نجاح كبير جدا لاي مدير فني ان انا اقدر. قريبين حضرتك نفس طريقه اللعب، نفس الاسلوب. ما هو ده، ما هو انت برضو خلي بالك، اصل انت برضو هنا ايه يعني، انت كابتن حسام مدرسه مختلفه عن هذا. طبعاً. كابتن حسام بيتنرفس يعني. بص، لا بس عنده جزء نرفزه. عنده يعني طبعا يعني عنده جزء نرفزه الراجل ده، باللي انا سامعه منك ان هو خالص. دي مدرستين طبعا مختلفتين. تمام. يعني انت فاهم. بالنسبه لك بقى احمد صديق انهي للطب؟ ده مطلوب وده مطلوب. يعني بص كل حاجه، وخد بقى اوقات الكابتن حسام بيبقى هادي جدا. لا طبعا يعني انا طبعا. بقصد لا كل بص يا كابتن، في الاول والاخر برضه بتبقى شخصيات. كابتن اول ما كابتن حسام اول ما بيرفع حاجبه طب انا عايز حاجه يا كابتن، والله العظيم بجد يعني حاجه كده من الحاجات اللي عشتها، ان كابتن حسام بيحب يضحك جدا. لا طبعا. جدا طبعا. لا انا مش بتكلم بقى كلام حاجه، مش بقول لحضرتك، انا بقول للناس كلها بشكل عام، للناس قدام الشاشه يعني. بيهزر يعني اوقات بس بره الشغل. هو بيحب شغله جدا يا كابتن. الكابتن والله الكابتن ممكن في ال 24 ساعه يشتغل 15 16 ساعه.
اوكي لو ما كانش في الملعب يبقى فيديو، فيديو، يبقى مكالمه في التليفون، يبقى شوف اللعيب ده ايه، شوف النهارده كانوا ايه، شوف. ف فالمدرستين مختلفتين ولكن الاثنين مطلوبين. اه طبعا طبعا. آه سواء طبعًا هادي او طبعا آه طبعا أو لكن الشخصيه القويه هي الاساس، الشخصيه القويه هي الاساس، ودي موجوده في الاثنين، ودي موجودة يعني في موجوده في الاثنين. ده العامل المشترك ما بين ده وما بين ده. كابتن حضرتك لو ترجع بالذاكره شويه لمستر جوزيه، لو تيجي تقارن شكل التمارين اللي بتحصل دلوقتي غير، يعني هو لو لما انا، لو انا دلوقتي في انا في المجال وفي المهنه، مستر جوزيه ممكن يكون كانوا هم خمس ست تمارين شكلهم آه. صح يا كابتن انا بتكلم غلط؟ هم خمسه سته بالكتير، هي تقسيمه صغيره يعني نظر الضغط وال والاستحواذ والاستحواذ والبتاع وخلاص، نقدر نقول ده كان حد وحش مثلا لا او لا 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 ناجح 100%. طب دلوقتي في 50,000 شكل للتمرين، صح مختلف تماما عن هذا الشكل، لكن الشخصيه القويه هي الاساس. والشخصيه القويه مش ان انا عامل مشكله مع كابتن اسلام او هو في اللعيب لا طبعا، ان انا امتى اخلي اللعيب ده النهارده يحترمني ويحبني في نفس الوقت، وده كان واضح ما بين اللاعبين ومستر كولر، دي انا بشوفها بشكل كبير جدا. يعني دي سبب من اسباب نجاح طبعا طبعا. اللاعبين الاجانب ودورهم سواء اليو ديانج بيرسيتاو برضو، لانه زي ما انت قلت معدل التطور الفني ليهم كان كبير جدا وعالي طبعا كلهم. يعني بص يا كابتن انا شايف ان من الحاجات الكويسه برضو اللي حصلت السنه دي التدعيمات، تدعيمات التدعيمات كانت قليله لكن كانت مطلوبه. اوكي وبضيف على كده كمان ان انا بقول ان انا شايف ان بيرسيتاو اكنه يعني انت لسه متعاقد معاه الموسم ده، صح ولا لا؟ بشكل مختلف طبعا. تمام، برافو عليك. فهي الفكره انت جبت احتياجاتك، ودي برضو اكيد من نجاحات لمجلس اداره ونجاحات لجهاز فني طبعا. لان انت جبت احتياجاتك بس، مش فكره ان انا النهارده بجيب خمس ست لعيبه وخلاص. صحيح. فجبت احتياجاتك، جبت احتياجاتك من كهرباء، رجوع كهرباء بالشكل ده برضو طبعا. انا شايف ان اضافه كبيره جدا، انك انت برضو بالظبط تعاقدت مع لعيب جديد. فكهرباء مع بيرسيتاو اللي رجوعه، مع حسين الشحات التطور اللي اتكلمنا عليه بشكل كبير جدا جدا جدا، فكل دي اضافات. ما ننساش برضو حتى رجوع محمود متولي قبل الاصابه الاخيره. صحيح. برضو ده كان اضافه موجوده بشكل كبير جدا. مع طبعا بقى الناس المستواها ثابت، الشناوي وعبد المنعم ومحمد هاني، برضو التطور اللي كتير شفناه بشكل كبير جدا الموسم ده، مع حفظ علي معلول على مستواه الثابت في اسباب، مع مروان عطيه. يعني بص يا كابتن، لا ما شاء الله، يعني في حاجات كتيره وفي اجابات كتيره جدا جدا للموسم ده، عشان كده شفنا الموسم الاستثنائي ده. طيب اذا اهم التحديات بقى اللي بينتظرها النادي الاهلي خلال الموسم اللي جاي من وجهه نظرك؟ اكيد نفس الشيء يا كابتن، النادي الاهلي ما بيلعبش غير على البطوله، فاكيد هيركز في بطوله افريقيا وركز في الدوري وركز في كل دي. بس انا شايف ان شاء الله الموسم اللي هيبدا ده ممكن يبقى فيه اكتر من ميزه واكتر من حاجه ايجابيه. اولا فتره الراحه اللعيبه هتاخدها تقريبا حوالي 20 يوم، صح كده ولا انا؟ يعني غالبا هيرجعوا يوم 23 او 24 يعني تقريبا يعني. تقريبا حوالي 20 يوم، فانا شايف ان دي 20 يوم كويس جدا. يعني حاجه ما بتحصلش بقالها كتير جدا. صح. فانا شايف ان دي ممكن تبقى من الاسباب، يقدر الراجل كمان يوصل فكره بشكل اكبر مع ضغط المباريات اللي كان موجود الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان صعب جدا يا كابتن جدا، واللي جاي برده صعب يعني انت يعني انا واثق كابتن ماشي، بس انت لحد النهارده بتلعب يعني الناس كلها خدت اجازه وانت لسه بتلعب بطوله الدوري، يعني حسمت بطوله الدوري ونص فرق الدوري ريحت وانت لسه بتلعب. خلصت الدوري عندك مباراه كاس لحد يمكن من اربع خمس ايام، فكل دي كانت حاجات صعبه جدا، فموسم كان صعب فعلا. اكيد فتره الراحه دي هتفرق معاك بشكل كبير جدا، اكيد لو في معسكر، لان المعسكرات دي من الحاجات المهمه جدا الراجل يقدر بقى يوصل فكره بشكل اكبر طبعا. يمكن زي ما بقول لحضرتك كان هو عنده اكتر من تعليق انه عنده حاجات كتيره جدا عايز يعملها لسه ما قدرش يعني يشتغل بيها او يشتغلها لان ما كانش في وقت خالص. انا شايف ان اكبر تحدي النادي الاهلي هو بطولات، كيفيه تحدي نفسه يعني بمعنى صح. يعني انا شايف ان النادي نفسه دي حقيقه والله، انا شايف النادي الاهلي لما تيجي تقول لفظ مناسب هو انه بيتحدى نفسه. تغييرات في الجهاز الاداري للنادي الاهلي، تغييرات في الجهاز الطبي، ثم اضافه اثنين لاعبين حتى الان امام عاشور ورضا سليم، رايك في كل هذه الامور؟ يعني التغييرات ثم احنا التغييرات اتكلمنا عنها رضا سليم وامام عاشور. اكيد طبعا امام لعيبه كبيره ولعيب كبير جدا ولعيب دولي واكيد انا اتذكر ان احنا في مع بعض قلت لي ان النادي الاهلي ينقصه يعني قطعه زي امام عاشور. دي حقيقه كابتن، دي حقيقه، وخصوصا لما تيجي تكمل الجمله بقى كابتن على بعضها بالطريقه اللي بيلعب بيها كولر. هو بيحب بيحب الثمانيه ده، يعني رايح جاي ده بالشكل ده، وانا شايف ان امام من الناس اللي بتادي الدور ده بشكل كبير جدا. اكيد لعيب كبير ولعيب اتمنى ان شاء الله يبقى ليه دور، لانه جاي على فرقه كبيره برضو طبعا، جاي على 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 فرقه خمس بطولات في موسم واحد، في حاجه استثنائيه، فطبيعي انه لازم
لو مفيش زياده على الاقل يحافظ على المستوى ده. عارف ان عنده تحدي كبير جدا، داخل على لعيبه كبيره كلها لعيبه مميزه، فلازم يتعب ولازم يبقى ليه بصمه عشان يقدر يتواجد، لان النادي الاهلي اضافه لاي حد يا كابتن نسيم. متواجد يعني في حاجات كتير الواحد ما بيعرفش يعبر عنها، لكن وجودك في، او مش بتكلم على امام دلوقتي، بتكلم على اي لعيب، وجوده في النادي الاهلي اضافه وشرف وتاريخ كبير جدا جدا جدا، هيفضل في التاريخ يعني. عندما سئل احمد القندوسي قال لهم النادي، اما بيقولوا لي يعني النادي الاهلي، قال لهم انا في النادي الاهلي انا جبت شهر واحد خدت 3-4 بطولات. فهذا هو الرد الامثل الحقيقه للطبيعي يعني. هل هناك تدعيمات اخرى يحتاجها النادي الاهلي خلال المرحله القادمه؟ يعني انا شايف ان ممكن يكون محتاج حد في مركز راس الحربه يعني بنسبه كبيره. انا شايف ان يعني لازم يبقى في حد متواجد مع كهربا ومع محمد شريف، واكيد النادي الاهلي بيفكر في كده طبعا. مع وجود رضا سليم، وبرده انا شايف انهم لعيبه المهمه ولعيبه كويسه، اتمنى ليه التوفيق ان شاء الله ويبقى اضافه برده مع الناس اللي موجوده. شايف رضا ازاي صحيح في ظل انت لعبت لعب معاكوا او ضدكوا؟ لا هو في المره الاولانيه لا ما كنتش متواجد. لكن انا شايف برده ان قندوسي من اللعيبه الكويسه، يمكن احنا ما اشتغلنا مع بعض في قندوسي اللي لعب معاكوا. قندوسي كان معانا في الجزائر في الصيف يعني. لا ان شاء الله ياخد مساحه اكبر من كده ويبقى ليه دور كمان مع الفرقه. هي مشكلته بس ان هو يعني انا بحس ان الكره بتقطع منه كتير، وجهه نظري. هو بص يا كابتن، هو الامانه هو عنده النواحي الفرديه كويسه جدا جدا يعني. محتاج بس شويه يعني، اكيد مش انا اللي بعدل ولا لكن دي كانت من الحاجات اللي بيبقى لينا احنا برضو عليها تعقب شويه مع الكابتن حسام. لكن لكن هو للامانه في الفتره الاخيره معانا في الصيف كان فارق مع الفرقه بشكل كبير جدا فرديا. هو كان رقم واحد. هو فرديا كويس جدا جدا جدا. اكيد بقى محتاج يدخل مع المنظومه عشان يبقى ليه دور في الاطار يعني. بالاطار بتاع الفرقه، ان كل مدير فني بيبقى ليه وجهه نظر. يمكن احنا واحنا في الصيف كان هو نجم الفرقه، فطبيعي جدا كان بياخد مهام مختلفه شويه. هو الامانه كان احسن لعيب يعني شوية. كنا بنقيمه كابتن، هو كان من احسن لعيبه في الدوري الجزائري للامانه في الفتره اللي احنا متواجدين فيها. وطبيعي كان بيبقى من افضل لعيبه في الفرقه، وهو نجم الفرقه. فطبعا الكابتن كان بيبقى اديله مهام، وهو الامانه كان بيفرق معانا كتير جدا يا كابتن يعني. كان ماتشات بيخلص لنا بسهوله، سواء يعمل جول او يجيب جول. الفكره بقى كابتن ان يعني هو عنده افضل من كده تقصد؟ لا عنده افضل من كده بكتير جدا جدا. لكن انا كل اللي ينقصه انه يدخل في المنظومه بشكل اسرع. يدخل في منظومه كولر؟ طبعا. طبعا. ما انا مش هلعب غير وانا بادي المطلوب مني من وجهه نظر المدير الفني. لكن هو قندوسي عنده افضل من كده؟ عنده افضل من كده بكتير جدا. انت شايفه اتمرن معاك؟ طبعا طبعا. سنه تقريبا؟ سنه، ست شهور تقريبا، ست شهور بس. فيهم فتره اعداد كامله، فيهم دوري كامل يعني، فيهم حوالي 80% 90% من ماتشات الدوري. فلا يعني انا بقول لحضرتك ان عنده افضل من كده بكتير جدا جدا جدا. وبعدين هو عنده ميزه يعني، ممكن يلعب في اكتر من مركز يعني. هو بيلعب 10 كويس قوي، بيلعب 8 كويس جدا، بيلعب على الطرفين بشكل كويس. فانت يعني لو هو تقدر تستخدمه في طبعا مكان. طبعا طبعا. طيب خلينا ننتقل الى دوري المحترفين. ودوري المحترفين، ومشكله دوري المحترفين من وجهه نظرك؟ اكبر مشكله بالنسبه لي يا كابتن ان القرار ما اتخدش لحد دلوقتي. صحيح، برافو عليك. يعني ده اكبر غريبه جدا. اكبر، بص يا كابتن، انا كنت بتكلم في البدايه، انا كان جاي لي اكتر من عرض تمام في الممتاز. الناس مستنيه مش عارفه، الناس مش عارفه، ودي حقيقه بتحصل يعني. حتى لما الناس بتكلمني في الانديه بيقول لي بس الفكره احنا مش عارفين هنبقى محترفين ولا هنبقى ممتاز به ولا هنبقى درجه ثالثه. بكلم جد يا كابتن يعني، فعلا الموضوع يا كابتن بيترتب عليه حاجات كتير جدا. محترفين يعني محتاج تصرف كام وتصرف ازاي وتجيب لعيبه مين؟ ما هو كل مستوى وليه لعيبته. انا هشتغل محترفين يبقى لازم اجيب كواليتي، لازم اجيب كواليتي. انت بتقول كده وراجل يعني شغلته التدريب. قال لك اصل ما ينفعش يا جماعه نطلع واحد من الدرجه الثالثه للدرجه الممتازه مباشره. ليه يا كابتن ده تعليق الناس مش يعني؟ صعبه جدا. طب انا كشغال، انا دلوقتي في المحترفين، ليه تصعد من عندي فرقتين بس والفرقه الثالثه تصعد من الدرجه الثالثه؟ حاجات كتير جدا صعبه. الموضوع كويس يعني، حضرتك لما تيجي تتكلم عن دوري المحترفين حاجه محترمه جدا طبعا. لكن التوقيت يا كابتن، لازم تختار التوقيت المناسب، تبقى الناس كلها مؤهله، كل الفرق مؤهله. تقدر تعمل كده؟ تقدر تعمل كده؟ عمرك ما هتختار توقيت يا كابتن اسلام. حضرتك انت بتتكلم في الدوري يعني محترم الكامل لنادي اسوان. اسوان بيعاني وبيلعب في الدوري الممتاز، بيعاني لما بيسافر مباراه في اسكندريه، لما بيسافر مباراه في لا الموضوع صعب. وفي الدوري الممتاز، طب حضرتك لما تيجي تتكلم مثلا لو كيما اسوان بيلعب في المحترفين هيعمل ايه؟ الالومنيوم بيلعب في المحترفين هيعمل ايه؟ لا انت بتتكلم على كمان ده اسماء ده شركات. ده انا بتكلم شركات. لما حضرتك تتكلم مثلا على يعني ملاوي، الفيوم، يعني حاجات كتير جدا، يلعبوا محترفين ازاي؟ هل انت حضرتك موفر لهم الامور الماليه والحاجات صعبه كتير جدا؟ هم لا ملعب يلعبوا عليه، الاهلي يروح يلعب عليه او الزمالك او اسماعيلي او موضوع. انا بقول الموضوع كويس جدا، لكن التوقيت، اختار التوقيت المناسب
زي ما بقول لحضرتك يا كابتن، انا والله انا يعني كان ليا اكتر من تواصل مع ناس مسؤولين في الفرق في الانديه، لان كنت انا بقول فرقه من الصعيد وفرقه من البحري، فهم كانوا بيكلموني، لكن الناس مش عارفه تاخد القرار لحد دلوقتي. صح. هجيب لعيبه مين وهتديهم كام وتصرف كام والميزانيه عامله ازاي؟ الثانيه مش هجيب احمد صديق، هجيب حد اقل يعني، طبعًا وهكذا. طبعا طبعا طبعا. فالموضوع صعب جدا. اتمنى نشوف القرار يتاخد ايا كان، يتاخد القرار، واتمنى انه يتاخد، مش فكره ان انا في بدايه الموسم قلت ان انا هعمل حاجه فانا اطبقها وهي مش مناسبه. لا بالعكس، يعني لو انا شايف ان الموضوع مش مناسب مفيش مشكله خالص ان انا بلاش اقول اعتذر، اقول ان انا اجلها لو انا شايف انه مش مناسب. بلاش اخبط دماغي في الحيط على راي بركات، قال لهم يا جماعه بلاش نخبط دماغنا في الحيط وناجل للسنه الجايه ونقول ولا في مشكله خالص جهاز. لا، السنه الجايه في اتحاد كره جديد هيبقى قدامه 4 سنين يقدر يطبق ما يريده خلال. يا كابتن، من الحاجات الغريبه ان في ناس من اللي هي هتلعب محترفين هي نفسها معترضه. يعني اللي يعترض ممكن يعترض يا كابتن ان انا ما صعدتش محترفين كتير جدا. منين؟ لا صعب صعب في عون الناس عموما. هي موضوع كبير جدا جدا وهنفضل نتكلم فيه لغايه لما نجد حل، لان هو يعني ما حدش عارف، ما حدش لاقي حل. ولكن هو اختيار التوقيت هو الاهم خلال هذه الفتره. احمد انا بشكرك جدا جدا، ويعني انت مسافر الاسبوع اللي جاي اعتقد، يعني تقريبا ان شاء الله ممكن على الاسبوع الجاي كده ان شاء الله تروح وترجع بالسلامة. يعني إن شاء الله تبقى تجربة مفيدة ليك مع كابتن حسام ومع النادي الزوراء العراقي. نتمنى لك يا رب كل التوفيق، ممثل النادي الأهلي في العراق. شكرا جزيلا. وبشكر كابتن حسام على الهوا برضو، لأنه طبعا على ثقته فيا، وأتمنى بعد حسن ظنه إن شاء الله وأقدر أساعد ونعمل حاجة كويسة مع بعض بإذن الله يا رب كده. وأكيد كل دي بتبقى إضافة لإسم المدرب المصري بره مصر يعني. طبعا أنا بشكرك جدا يا أحمد على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفصل الأساتذة الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري في ضيافة البيت.